أقول يا ديرتي يا جنة في ربواتها أشجارها ومياتها وفياتها، يا ديرتي كلمة هلا عبوابها للضيف تحلى وتقرى ساحاتها. إعلان دير على لواء الثقافة الأردني عام 2024 ارتأت الجمعية بتأسيس هذا المحترف، محترف فن النحت، حتى نعمم الفكرة على شباب وشابات اللواء ليكون يحمل لواء دير على هوية النحت على مستوى المملكة. نقيم ملتقى دولي سنوي نستضيف فيه فنانين عالميين وعرب كمان يعني يطعوا بصماتهم على هذا المكان السياحي الديني اللي زاخر بأهله بثقافته بأماكنه المتعددة. سعيد جدا وأشعر بسعادة غامرة وأنا يعني ما بين هاي الأعمال وما بين حتى الحضور اللي بيشوفوا بيشاهدوا أعمالي يعني بصراحة. لابد من مشاركة العدد الكبير من أبناء المجتمع المحلي وخصوصا العاملين في مجال النحت والرسم والفنون الأدائية بشكل عام في لواء دير على في مدينة ثقافية لهذا العام 2024. خططنا المستقبلية سيكون هناك في لواء دير على عدة مراكز أدائية في مجالات في كافة حقول الفكر الثقافة والفن، الاهتمام بالقاصين والرواة والكتاب والأدباء والشعراء. لذلك سيكون هناك في مركز فنون أدائية خاص في فنون المسرح وفنون الموسيقى والنحت والرسم. نحن نرحب بكل موهوب وكل مبدع أن يأتي إلى هذه الجمعية ويأتي بدوره كفنان وكنحات وكرسام في كافة حقول الفكر والثقافة والفن بشكل عام. بعمل أشياء تراثية وبنشارك فيها بالجمعية عشان إحنا نرتقي أكثر وتصير دير على هي أم الثقافة أصلاً، وفيها ثقافات كثيرة، فيها حرفية يدوية كثيرة، تراثنا. وثاني إشي يعني إحنا يعني أنا هاي الشغلات اللي أنا بعملها بنقدر نستفيد فيها منها بالأعراس، بنقدر نستفيد فيها ملتقيات اللي إحنا بنعملها، يعني بنستفيد أشياء كثيرة عشان نبرز هويتنا، هوية دير على. لواء دير على يزخر بمجموعة كبيرة من الأدباء والفنيين، ولا بد من وجود في هذه من هذه النخبة على أرض الواقع. سنعمل على إبراز المواهب الإبداعية والفنية في حقول الفكر والثقافة والفن والشعر والأدب والرسم والفنون بأنواعها من خلال عمل فعاليات في مدينة الثقافة. وكونه إحنا فزنا الحمد لله رب العالمين بلقب مدينة الثقافة، إن شاء الله راح يكون إنا دور زاخر، وراح يكون إنا فعاليات ومبادرات تبرز هذه الفنون.